انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أيام فيديو ساخر لمتسابقات كأس العلا للهجن في الواحات القديمة بالسعودية، وظهر في المقطع سقوط المتسابقات واحدة بعد التانية من على ظهر الجمال، ونقل واحدة منهم لعربية الإسعاف بعد ما وقعت في الشوط اللي مسافته 2 كيلومتر، ده غير سقوط متسابقة تانية بعد محاولات كتير منها إنها تفضل متماسكة على ظهر الجمل. المسابقة اشترك فيها 22 متسابقة من 11 دولة حول العالم، وتقال إن مفيش ولا واحدة منهم وصلت لخط النهاية من غير ما تقع من على ظهر الجمل. ويتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالإبل الفيديو بشكل ساخر، وعلقوا وقالوا الجمال وصلت خط النهاية والبنات وصلت المستشفى. وعلق الاتحاد السعودي للهجن إن سقوط الهجانة في سباقات الهجن أمر طبيعي سواء في فئة السيدات أو الرجال، وإن المعلومات اللي تداولتها وسائل التواصل الإعلامي مغلوطة، وإن 3 متسابقات بس هم اللي وقعوا. لو شفت الفيديو قلنا كم متسابقة وقعت من على ظهر الجمل.